قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال. لو واحد ما مقطوع من الشيرة مثل ما يقولون، مقطوع من الشيرة ما عنده، مثل أبناء الشؤون مثلا لو فرضنا، أو واحد كافر أسلم وعاش في بلاد المسلمين وهلك كلهم كفار وما تزوج زين، وطبيعي ما عنده عيال. فالمهم من مات وليس له وارث ماله لعامة المسلمين، يعني يذهب لبيت مال المسلمين، يذهب لبيت مال المسلمين لأنه ليس له وارث. نعم.